لأجل المستورد طبعا علشان تحويله، علشان مناعته قوية جدا. هنا في المزارع بقى احنا من السلالة ايه بقى؟ تنفيذا لمعالي قيادة رئيس الجمهورية، من ناحية بنحاول نقلل الفجوة في الإنتاج الحيواني. أقوى سلالة جبتها وكسبت منها. لو جيت تتكلم على فرق السلالات، رقم واحد الأسباني. عندنا إنتاج حيواني وإنتاج دجني. بدأنا والحمد لله عن طريق برضو التوعية، دايما نهتم برضو بعملية التلقيح الصناعي. برضو عندي عجل مثلا يكلفني 100 جنيه يديني تحويل ب 90 جنيه، يبقى انا عندي خسارة يومي، لأن النهارده ارتفاع الأسعار جنوني. بالنسبة للأبقار المصرية أو الأبقار الموجودة في الصعيد، دي سلالة برضو ممتازة. برنامج الثمرة يأتيكم في الأوقات التالية.